15 سجيناً هو عدد المستفيدين من الدورة التاسعة لبرنامج مصالحة الذي تتبناه المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي بلغ إجمالي المستفيدين منه منذ انطلاقته سنة 2017 222 مستفيداً، منهم 156 تم الإفراج عنهم، من بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيل. والعدل الذي يقاوم الظلم اللي خلتني نتواجد هنا بطبيعه الحال هي اسباب عده، ولكن من بينها هو الفكر المتطرف، لان الانسان ملي تيكون عنده فكر متطرف وكذا تيتاح لي بان يكون هنا. هذا البرنامج هذا تيخضع لدورات عديده من بينها ودورات مكثفه في المجال الديني، وهذا البرنامج هذا استطاع بانه انني ناخذ واحد نظره على الدين، بان الدين بانه ماشي دين انغلاق او تزمت، بل هو دين تسامح وانفتاح على الاخر. وفي إطار مقاربة النوع، صرح المندوب العام لإدارة السجون أنه تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77%، لافتا إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 8 نزيلات بعفو ملكي ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. لكن خلال فترة أو مدة هذا البرنامج هؤلاء السجناء من استكمال قناعتهم ووعيهم بجسامة أخطائهم وكذلك بخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم، وبالتالي يعملون على تغيير سلوكاتهم وتحسين مسارهم الحياتي، وكذلك وخصوصا فك الارتباط مع مشروع التطرف العنيف وكذلك مع التنظيمات والجماعات الداعية إليه. المصالحة مع الذات، المصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني والمبادئ المنظمة للمجتمع المغربي، أهداف يرم برنامج مصالحة تحقيقها مع النزلاء المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، والذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة وأعمالهم الإرهابية. نزلاء تسعى المندوبية السامية لإدارة السجون لإعادة إدماجهم من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.